اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على البدء فورا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، والتي تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، وزيادة الأجور العاملين بالدولة وأيضا الهيئات الاقتصادية، وذلك بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، وذلك شهريا بحسب الدرجة الوظيفية. كمان تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه وذلك لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية وأيضا الجهات المختلفة. تفاصيل كل هذا تعالوا نذهب فيها إلى المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء. سيادة المستشار، هذه الحزمة الاجتماعية الحقيقة التي أصدرها السيد الرئيس بالأمس تخفيفا على أعباء المعيشة، يريد كده نتحدث عنها سريعا وأهم ملامحها. في الحقيقة فندم، الحزمة حزمة الحماية الاجتماعية يعني تعد جزء من عملية الإصلاحات، حزمة إصلاحات وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وجه بها فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم. ثمن دولة رئيس الوزراء القرارات التي أصدرها فخامة السيد رئيس الجمهورية، وأكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تطبيقها بصورة فورية بداية من شهر مارس المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتطبيقها. الحزمة كما تعلمين حضرتك هي أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، وسيتم وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على بذل أقصى جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين واحتواء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المواطنين. كما أشرت حضرتك، الحزمة بتشهد العديد من الإجراءات التي تسهم في رفع أو تحسين الأجور، وفي نفس الوقت بتأتي في إطار حرص الدولة على توفير حزمة من الحماية الاجتماعية للمواطنين، أخذا في الاعتبار ارتفاع نسب التضخم خلال الفترة الحالية. أكيد. سيادة المستشار، متى سيحصل الناس على كل هذه المستحقات؟ يعني امتى الناس هتشعر؟ هيبداوا يعني الشهر المقبل باذن الله هتكون موجوده في الاجور، في المرتبات، في المعاشات. ان شاء الله. ايوه يا فندم، ان شاء الله الحزمه معايا وتحديد الاجور سيتم تطبيقها بدايه من شهر مارس المقبل. لذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تم مراجعة كافة التفاصيل المرتبطة بتطبيق حزمة تلك الحزمة من الإجراءات، وإن شاء الله تم التوافق على بداية تطبيقها بداية من شهر مارس المقبل بإذن الله. سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشكر حضرتك شكرا جزيلا.